مقاطعة تحالف القوى العراقية لجلسة مجلس النواب انعكس على رأي الشارع العراقي، حيث أبدى مواطنون استياءهم من مقاطعة التحالف للبرلمان إزاء التحديات التي تشهدها البلاد. سحاب القوى الوطنية من البرلمان هذا طبعا شيء لا يسفر على شيء إيجابي، يعني احنا نريد انه السياسيين والكتل السياسية ان تقف على مسافة واحدة للنهوض في الواقع العراقي، لان العراق يعاني الكثير من الارهاب وغيرها وانخفاض الميزانية، وهناك يعني الامور اللي لا يحمد عقباها. يعني احنا نريد انه كل السياسي او الكتلة السياسية ان تعمل بشكل من اجل العراق، ان تعطي ثمرتها الحقيقية للمواطن. راح تزيد المشاكل بالشارع العراقي، راح تجي جهات تدخل هذا زين هذا مو زين، فراح تزيد المشاكل بالشعب العراقي وما حد يتأذى بها غير المواطن الفقير. البعض الآخر دعا ساسة البلاد إلى توحيد الرؤى والابتعاد عن المصالح الحزبية الضيقة التي أثرت تأثيرا سلبيا على التشريع والرقابة داخل أروقة مجلس النواب. حقيقة هناك أكو سجالات بين مجلس النواب، وهذا ما يخدم العملية السياسية، لأنه أنتم عراقيين تمثلون شعب، تمثلون مصير، تمثلون أمة بالكامل من خلال أنه أهدافكم وجيتوا لها المسؤولية، فعليكم أن تتركون تتناسون كل خلافاتكم وتأدون الأمانة العراقية المسؤولية العراقية، لأنه الآن أمنية الشعب واستقرار الوضع هو برقابكم، أنتم المشرعون وهناك سلطة تنفيذية، أنتم يشرعون القرارات. أما إحنا كل ما يصير في الموقف وصار انسحابنا الكتلة الفلانية والكتلة الفلانية، إذن هذا هو أساسا إفشال العملية السياسية. ويأتي قرار انسحاب تحالف القوى العراقية احتجاجا على ما جرى من أحداث دامية في المقدادية، مطالبا بقوات أممية لحماية المدنيين في هذه المحافظة. وخيمة وكارثية، تلك الانعكاسات التي سيفرزها الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية بحسب قراءة المتخصصين بالشأن الاقتصادي، فهي ستضع العراق أمام خيارين أحلاهما مر، أما الاقتراض الخارجي أو اللجوء إلى بيع سندات حكومية. احنا حاليا في لب الأزمة في قلب العاصفة، بصراحة النفط بشكل عام أسعاره خلال 4 أشهر الأولى ربع الأول من السنة الحالية حيظل يتداول عند 35 إلى 30 دولار، ما بارتفاع متوقع، وهذا بالنسبة لخام الأمريكي الخفيف ومزيج برنت، يعني احنا أقل منه من 7 دولارات تقريبا. بالتالي إذا نطرح الكلفة الكلية لاستخراج النفط تقريبا 10.7 دولارات، راح يصفى للعراق تقريبا بحدود 11 دولار للبرميل الواحد. بالنتيجة الوضع بشكل عام لا يبشر بخير، حتى وإن توفرت الرواتب، احنا نعرف أنه البلد لا موازنته لا تكون فقط للرواتب، هناك مشاريع بنى تحتية، هناك خدمات، كل هاي راح تتأثر بشكل عام. بما أنه احنا في لب الأزمة حاليا لا يمكن وضع خطط فعلية، أعتقد العراق راح يتجه إلى منفذين لا ثالث لهما، الأول هو الاقتراض الخارجي، وهذا طبعا حيكون فوق شروط قاسية تضر بالمواطن العراقي بشكل أساس وبالاقتصاد العراقي بشكل عام، أو سيتجه إلى بيع سندات أو اقتراض داخلي من داخل العراق، وهذا ما أعتقد راح يكون إلى صدى إيجابي من قبل العراقيين. وعلى الرغم من حجم التخصيصات التي رصدت الموازنات المالية، إلا أن نحو 80% من هذه الميزانية يذهب للمصاريف التشغيلية من رواتب وتقاعد ومصروفات يومية، أما المبالغ المخصصة للاستثمار فهي لا تتجاوز 20%، يتم إنفاقها فقط على المشاريع التي لم تنجز بعد. سنكون مرهونين بإقرار الموازنات للسنة الحالية والسنوات القادمة كما أسلفت السنوات الماضية باعتمادنا اعتماد كلي على النفط. اليوم نلاحظ الصناعة الوطنية متوقفة أو تكاد تكون متوقفة بالكامل. المطلوب من القيادة السياسية أو رئيس مجلس الوزراء بتوجيه وزاراتنا التي لديها معامل ذات طاقة ضخمة وطاقة إنتاجية، والمنتوج الوطني يشار له بالبنان، بالسنوات الماضية كان المنتوج العراقي يضاهي المنتوج العالمي في أغلب الأحيان. اليوم مطالبين حتى تكون الموازنة لا تعتمد اعتماد كلي على
على قضية النفط. لذلك يجب علينا تعظيم الموارد، اعتماد سياسة تعظيم الموارد لغرض أن يكون المدخول للبلد من الموازنة مدخول إضافي إلى مادة النفط حتى تكون عندنا موازنة قوية. وتعد صادرات النفط الجزء الأهم في الاقتصاد العراقي الذي يشكل نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد و90% من الإيرادات الحكومية. ومع انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية فالعراق بحاجة وبحسب رؤية متخصصين إلى الوصول إلى نقطة تعادل، لأن عجز الميزانية آخذ بالاتساع. كشفت اللجنة الأمنية النيابية أن عجز الموازنة الاتحادية العامة لعام الحالي بلغت 74 مليار دولار من أصل 94 مليار دولار موجودة بالموازنة، مؤكدة أن الموازنة لم تنشر بالجريدة الرسمية لغاية الآن. وقال عضو اللجنة عبد القادر محمد أن موازنة العام الحالي 2016 لا تزال مجرد حبر على ورقة ولم تطبق بنودها حتى الآن، وأضاف أن العجز في الموازنة يبلغ 74 مليار دولار موجودة في الموازنة الاتحادية العامة للبلد، مؤكدا أنه من المفترض على الحكومة والأطراف ذات العلاقة أن تبذل المزيد من الجهد والجدية لحل القضايا العالقة والمتكررة سنويا عند الشروع بإعداد الموازنة. ولفت محمد إلى أن العجز الكبير بالموازنة يقود إلى ضرورة التأكيد على التخطيط السليم للموازنة في وقت مبكر واعتماد الشفافية الكافية في مواردها جميعا وأوجه الصرف وتوجيه الموارد بما يحقق تنمية حقيقية متوازنة ومستدامة. يشار إلى أن العراق يشهد أزمة مالية حادة بعد انخفاض أسعار النفط بشكل كبير والعجز الكبير في موازنة العام الجاري 2016، كل هذا مع ارتفاع نفقات الحرب على الإرهاب لتحرير البلاد. وفي سياق آخر، دعت اللجنة الاقتصادية النيابية تفعيل قرض 5 تريليون دينار لدعم المصارف الزراعية والصناعية والإسراع بصرفها من أجل تحفيز المستثمرين في القطاع الخاص ومنح الفرصة لهم للمساهمة في دعم اقتصاد السوق، مشيرة إلى أن هناك بعض السياسيين يريدون أن يبقى بلدنا مستهلكا غير منتج. في خطوة نحو استدامة نمو قطاع التعليم في العراق والاهتمام بجودة مخرجاته، أقامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤتمرها الدولي الخاص بترصين التعليم في العراق بمشاركة باحثين عراقيين وأجانب فضلا عن الكوادر الأكاديمية في الجامعات. إن منهجيات العالم المتقدم وطرائقه في ترصين التعليم العالي في تلك البلدان تدعونا لاعتماد البحوث والدراسات التحليلية الرصينة والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة والمتوائمة مع متطلبات هذه المرحلة من التطور الاجتماعي والاقتصادي في بلدنا، بما يقود إلى تنمية روح الإبداع والتفكير الخلاق في مؤسساتنا التعليمية. كلنا يعرف الجامعات هي بيت الحكمة، الجامعات هي بيت المعرفة، الجامعات هو بيت النور الذي يشع لكل الدنيا. وبالتالي لا يمكن لدولة ولمؤسسة أن تشع بأفكارها وأن تقوم بحل مشاكلها إلا ويكون التعليم العالي ومنتسب التعليم العالي هم المفتاح الأساس لهذا الحل. محاور عدة تناولها الحاضرون ركزت على استقلالية الجامعات والحريات والنزاهة الأكاديمية، وكذلك دور التعليم المهني والحوكمة والاهتمام بالأداء المؤسساتي والمراكز البحثية. اليوم أعتقد أي دولة في العالم مطلوب منها أن تنجح، أن ترصن إجراءاتها، يجب أن تنطلق من المؤسسات الأكاديمية التي تتوفر فيها النخب، تتوفر بها العقول القادرة على رسم كل خطط النجاح وخارطات العمل. اليوم مؤتمر ترصين التعليم العالي في العراق يحمل هذا الهدف، ويعني يسير ضمن هذا المعطى الذي ينشده
منذ وقت ليس بالبعيد. اليوم في عز السوشيال ميديا والقرية الإلكترونية بحاجة إلى الطالب ليطلع على المواقع التي تخدم التخصص، لكن لا يلغي دور المكتبة، دور الأستاذ الجامعي، دور التراث. هكذا مؤتمرات تعقد من أجل غاية الجودة الإلكترونية والجودة في إدارة التعليم الإلكتروني وإدارة التعليم التقليدي. إقامة هذا المؤتمر تهدف إلى الارتقاء بمستوى التعليم وزيادة ثقة المؤسسة التعليمية في جودة أدائها التعليمي، الذي يسهم بشكل وآخر في رسم السياسة العامة لمختلف المؤسسات الحكومية. قرار بالانسحاب من البرلمان والحكومة تلته الدعوة إلى التدوير وطلب قوات أممية لحماية المدنيين في محافظة ديالى، موقف تبناه اتحاد القوى العراقية كرد ملؤه الاحتجاج على ما جرى من أحداث أمنية في المقتدية راح ضحيتها العديد من أبناء المحافظة. اتحاد القوى الذي قاطع جلسة البرلمان أعلن حضور وزرائه جلسة مجلس الوزراء للاستماع إلى تقرير رئيس الحكومة حيدر العبادي الذي زار المقتدية للاطلاع على الواقع الأمني ونتائج لقائه القادة الأمنيين وشيوخ العشائر بعد الأحداث الأخيرة، ومن ثم سيقيم الموقف السياسي للاتحاد بعد الاستماع إلى التقرير. تقرير العبادي لم تقتصر أهميته على اتحاد القوى العراقية فحسب، بل أن أغلب القوى السياسية في البرلمان لها الرغبة لمعرفة نتائج الزيارة للمقتدية وكذلك تطورات الأوضاع الأمنية الأخرى، منها دخول القوات التركية والأسلحة التي نقلت من البصرة إلى أقليم كردستان، ما استدعى الكتل السياسية طلب استضافة رئيس الوزراء في مجلس النواب بصفته القائد العام للقوات المسلحة لتوضيح كل تلك المواضيع، حيث ذكرت مصادر برلمانية أن يكون موعد استضافة العبادي عقب انتهاء أعمال مؤتمر اتحاد البرلمانات الإسلامية المنعقد في بغداد. وعلى الرغم من طرح خيار التدويل لمسألة ديالى من قبل اتحاد القوى، إلا أن هناك تباين في وجهات النظر من داخل الاتحاد نفسه حول هذا التوجه، إذ يتحفظ بعض أعضائه على تواجد قوات أجنبية مؤكدين قدرة القوات الأمنية العراقية على حماية المدنيين وإنهاء تواجد المجاميع المسلحة. من أجل دفع عجلة الاستثمار المتوقفة منذ عامين في محافظة كربلاء، عقدت اللجنة العليا لدعم وتفعيل الاستثمار اجتماعها الأول لبحث ومناقشة تفعيل قطاع الاستثمار في محافظة كربلاء. بأمر من السيد محافظ كربلاء الأستاذ عقيل طريحي تم تشكيل لجنة عليا لدعم الاستثمار. هذه اللجنة يرأس السيد المحافظ وعضوية السيد رئيس المجلس والسيد رئيس لجنة الرقابة على الاستثمار ورئيس الهيئة وممثلين من الدوائر، مدراء الدوائر وممثلين من القطاع الخاص. هذه اللجنة عملها حل المشاكل التي ترافق الإجازات الاستثمارية قبل وبعد المنح، زائد عملها أنه توضع كلا حسب الدوائر كلا حسب اختصاصه في مساعدة الهيئة بوضع الخطط الاستثمارية وماذا تحتاج كربلاء من مشاريع استثمارية. من جانبه أكد محافظ كربلاء عقيل الطريحي أن الاجتماع نوقش فيه آلية دعم وتطوير الواقع الاستثماري إضافة إلى إمكانية جلب المستثمرين إلى المحافظة. عملنا على تشجيع المستثمرين ونعمل على إقامة مؤتمر للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب واستقطاب رؤوس الأموال للمحافظة. أكثر من هذا، هناك حديث كثير من السادة أعضاء اللجنة العليا لتفعيل الاستثمار تحدثوا عن عشوائية الفرص الاستثمارية. احنا نريد نحد من هذه العشوائية ونعمل على أن تكون مبرمجة ومدروسة. إلى ذلك، كشفت لجنة رقابة الاستثمار في مجلس محافظة كربلاء عن وجود مشاكل ومعوقات تواجه هذا القطاع الحيوي والمهم، والتي من أبرزها صعوبة تخصيص الأراضي والروتين المتبع في بعض الدوائر في المحافظة. اللجنة اللي راح تنطرح بها كل المشاكل اللي موجودة على الاستثمار، وإن شاء الله قضية أهم شيء هي الأراضي، ونتمنى أنه اللجنة العليا للتخصيص الأراضي اللي تابعة لمجلس الوزراء أن تتفعل، لأنه هي تقريب أساس المشاكل اللي للأراضي اللي خارج التصميم. نأمل إن شاء الله بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد محافظ رؤساء الدوائر، إن شاء الله هناك نهضة قوية، ونأمل بأنه إعطاء قوة
للنافذة الواحدة، لأن النافذة الواحدة هي تعتبر العمود الفقري، ويعتبرون ممثلين الدوائر يكون عندهم صلاحيات واسعة لكي يذللون المعوقات لكي تمنح الفرص الاستثمارية للمستثمرين. ويرى مراقبون أن تنشيط وتفعيل الاستثمار يتطلب منح صلاحيات أوسع للحكومات المحلية لمنح فرص استثمارية لإقامة مشاريع استراتيجية مهمة من شأنها جلب رؤوس الأموال للتقليل من تأثير الأزمة المالية التي يمر بها البلد. في ظل الأزمة المالية التي ضربت البلاد لأسباب عديدة، والمعطيات التي ظهرت على خلفية هذه الأزمة، رجح خبراء اقتصاديون اللجوء إلى الحلول السريعة، وخاصة في المحافظات التي تعاني الفقر مثل محافظة الديوانية، مع شرط الاستماع لهذه الخبرات. الآن تضرب الأزمة المالية للعراق من العمق، وبالنتيجة تأثرت محافظة الديوانية بشكل كبير نتيجة وجود أكبر معدلات للبطالة، أكبر معدلات للفقر، وحسب إحصاءات وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية، الحكومة المحلية لديها النية بالاستعانة ببعض الخبراء القادرين على فتح هذا المجال وفتح الأبواب أمامهم في بغداد لكي تستفيد منها محافظة الديوانية. النتيجة يعني أعتقد نحن سوف نستمر في ظل هذه الأزمة، أما القرارات التي نسمعها هنا وهناك فهي لا تلبي أي طموح. حكومة الديوانية مع إقرارها بانعدام الموازنة طالبت حكومة المركز بإيجاد الحلول، مع إشارتها إلى تشكيل لجان محلية لوضع خطط تنموية، فيما رأى بعض أعضاء الحكومة أن هذه اللجان ورقية وغير جادة بتقديم التقارير لحل أزمة. يجب أن تكون هنالك حركة دؤوبة لمجلس النواب ومجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة. شكلنا لجنة من التشريع والتنفيذ الأسبوع الماضي لإعداد دراسة مستفيضة بإيجاد منافذ جديدة للإيراد المحلي. أخفقت محافظة الديوانية في تشكيل هذه اللجان، وإن شكلت هذه اللجان فلم تكن جادة في تقديم التقرير المفصل لمجلس المحافظة بسبب الصراعات السياسية والتشبث بالسلطة والبحث عن المناصب. غياب قرارات من شأنها انتشار المحافظة مما تعانيه جعل حكومتها المحلية مكتوفة الأيدي لحل أزمة لأسباب عديدة، ليتصدر مشهد خلافاتها الشخصية منذ تشكيلها واجهة الصدارة. لقناة الرشيد الفضائية زيد الفتلاوي، الديوانية. من أجل الحد من الجريمة والوصول إلى الجنات الذين يستخدمون العجلات في تنفيذ جرائمهم، اعتمدت محافظة كركوك مشروع صقر كركوك الألكتروني الذي بموجبه سيتم تحديد تحركات العجلات من خلال الشريحة الألكترونية التي توضع عليها. بالتنسيق مع مجلس محافظة كركوك تم إطلاق مشروع صقر كركوك، والمشروع مثل ما تعرفون هو مشروع أمني بالتنسيق مع جميع الدوائر الأمنية. المشروع شيء مختصر، يجي المواطن يقدم مستمسكاته اللي هي السنوية المركبة، هوية أحوال مدنية، زائدا بطاقة السكن. مشروع صقر كركوك من المشاريع المهمة والحديثة جدا، واللي راح تساهم بتطوير الجانب الأمني وجانب المروري أيضا. ولأجل سهولة الحصول على الشريحة لأصحاب المركبات، شرعت مديرية مرور كركوك المعنية بالأمر بفتح العديد من المراكز وتزويدها في جميع أحياء كركوك. مشروع صقر كركوك مشروع أمني يبدأ بتنظيم المعاملات، يعني يكون تنظيم المعاملات عن طريق بالتسلسل يبدأ، ونمشي بسرعة، نبدأ دوامنا من الساعة 8 الصبح والحد ما يكون آخر نفر موجود هنا، يعني يمشي معاملات بشكل أصولي وبشكل دقيق. مشروع ناجح وإن شاء الله يتعمم على جميع العراق كل المحافظات لتنظيم حركة السير بالعراق ومداخل السيطرات، إن شاء الله يسيطرون على الوضع، يستدب بالأمن إن شاء الله بهذا المشروع. أتمنى لكل المواطنين، يعني أشوف اللحظة الفترة الأخيرة شوية يعني بيهم سيارات ما عليها باجات، لا أنت ما تخلي باج
تكون حقك مضمون بعد أكثر، وأتمنى أن كل المواطنين يستعجلون بالاشتراك بهذا المشروع. ربما هذه الخطوة ستكون كفيلة بمعرفة وجهات المجرمين بعد القيام بجرائمهم من خلال شبكة الأجهزة التي تم تنصيبها في مداخل ومخارج المدينة، على الأقل السيارات التي تحمل تلك الشرائح. بعد تأكدها من انتشار الأمراض الوبائية المختلفة في القرى والأرياف النائية، سارعت منظمات المجتمع المدني وبالتعاون مع مديرية التربية المثنى إلى إقامة ندوات ثقافية وتوعوية صحية لغرض الوقاية من هذه الأمراض المختلفة وتوزيع بعض مساحيق الغسيل أو المعقمات الصحية على الأهالي في ناحية البوتشويلان شمال غرب مدينة المثنى. استهدفنا خلال جولاتنا وورشاتنا المناطق الريفية كونها تكون أكثر عرضة للإصابة، وغياب بعض الدور التوعوي أو الفكر التوعوي في داخل الأقضية والنواحي، وأيضا استهدفنا المدارس بالنسبة للمراحل المنتهية لمراحل صف الثالث متوسط والسادس إعدادي، باعتبار أن هما البنات هما أعلى درجة بهذه المدارس. مركز استجابة للحالات الطارئة اللي حدثت مؤخرا في الجانب الصحي، ولا سيما انتشار وباء الكوليرا في كثير من المناطق الريفية والمناطق النائية، هذه الحملة تستهدف بصورة أساسية أولياء الأمور في المدارس وربات البيوت، أخواتنا وأمهاتنا. حملة تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي من خلال التركيز على موضوعات النظافة الشخصية والصحة العامة والوقاية من الأوبئة ولا سيما مرض الكوليرا. من جانبها مديرية التربية المثنى وعلى لسان المشرفين والمسؤولين فيها، ثمنت جهود منظمات المجتمع المدني الرامية إلى انتشال التلاميذ من الأمراض الوبائية التي انتشرت في الآونة الأخيرة. بعد إكمال الاستحضارات والتوعية الصحية من خلال المراكز محو اليومية ومراكز والمدارس الابتدائية ومدارس رياض الأطفال والسادة مدراء المدارس والندوات القطاعية التي أدتها وقامت برعايتها المديرة العامة لتربية المثنى في قسم الإعداد والتدريب، لكن تبقى أبواب التربية مفتوحة أمام جميع المنظمات التي تخدم وتصف في خدمة التوعية الصحية ونشر الثقافة الصحية. هذا وأكد أولياء أمور التلاميذ أن المناطق النائية أكثر عرضة لتفشي الكثير من الأمراض الوبائية بسبب تلوث مياه الشرب وغياب المراكز الصحية. يعني بصراحة مبادرة جيدة من عندكم، بس إحنا نريد يعني أول شيء يعني كبداية سنة جديدة نطلب من الحكومة يعني مثلا مستوصف، خلي المستوصف أبسط شيء، الماي، هذا الماي إحنا محتاجينه، يعني شو أوصف لك؟ الماء التناكر نشتريه هذا الشراب، أما الماء الإسالة اللي نستعمله خصوصا ماء مالح ما يفيد. من الشط حمل الجراثيم كلها، وهذا العد احنا، واحنا نرجع للحكومة نطالب الحكومة سوينا مستوصف صحي هنا للمنطقة لأن منطقتنا ما بيها. وتعد المناطق النائية في المحافظة أكثر عرضة لانتشار الأمراض والأوبئة المختلفة بسبب غياب الثقافة الصحية والمتابعة من قبل الجهات المعنية. ربما يحتاج القضاء على الأوبئة والأمراض في المناطق النائية إلى تكاتف وتضافر الجهود المدنية والحكومية بحسب المراقبين. لقناة الرشيد الفضائية واثق الواثق المثنى. وصل جو الرئيس الوزراء حيدر العبادي إلى المقدادية، وسيرا على الأقدام واصل جولته بين أسواق المدينة. فبعد الزيارة الأولى لبعقوبة قبل 5 أيام والتي أثارت لغطا إعلاميا، عاد ليقول إن المقدادية بخير، وإن ما جرى من أحداث ما هي إلا فتنة أحدثها أذناب داعش لإفساد فرحة الانتصارات. أستغرب من البعض اللي يثير هذه الأزمة اليوم، وإحنا اليوم بالمقدادية، الأسواق مفتوحة في المقدادية، وأثار استغرابي أيضا في وقت الظهيرة يبدو الأسواق في المقدادية تعطل، الأهالي يرحون إلى بيوتهم، هذا ما موجود في بغداد بصراحة. مع ذلك الناس ما مسكرين حتى محلاتهم، حاطين نوع من الستارة فقط بمعنى مدى الشعور بالاطمئنان والأمن على ممتلكاتهم على حلالهم، لأن يتركوها بهذا الشهر يذوبون إلى منازلهم. صراحة لقيت الناس يشعرون بالأمن والأمان. نعم بعد التفجير مباشرة صارت هناك تجاوزات اعتداء على مساجد، بس أنا أسميهم أذناب الدواعش، مخطط يشتركون بفضائيات تعيش على السحت الحرام، سرقة من أموال العراقيين يعيشون به أولئك الذين سهلوا للدواعش دخول العراق، والآن هم في عواصم يتآمرون على العراقيين. مقدار ما نحقق من انتصار على داعش هاي الهجمة
والحملة الإعلامية تزداد، يدون يعودون إلى المربع الأول، بس أقول لن نسمح لهم بالعودة إلى المربع الأول. ورغم الهدوء الحذر الذي تعيشه المقدادية بعد أحداث الأسبوع الماضي، إلا أن القوات الأمنية لم تتوقف عن مطاردة واعتقال مرتكبي الجرائم في مسعى لفرض سلطة القانون وإعادة الروح لحياة المدينة. ونفذنا عدة عمليات، من ضمنها كانت يوم غد يوم أمس العملية العسكرية اللي شملت حوض نهر ديالة الصوب يعني الغربي والشرقي. فيما يخص التفجيرات أكو عدد، بس أعتقد منهم ما راح يثبت عليهم شيء، العدد يتراوح بين 15 إلى 20 واحد اللي اعتقلناهم بصدد التفجيرات. أما بصدد موضوع التفجيرات على الجوامع اعتقلنا شخصين لحد الآن، والباقي بصدد مطاردتهم حالياً. وتسعى أطراف شعبية ومحلية بإطفاء نار الفتنة التي حاول الإرهاب إشعالها بين أبناء المدينة التي عرفت بنسيجها الاجتماعي المتجانس، لكنها كشفت عن عمق الخلاف والهوة بين أطراف العملية السياسية لتصل حد المطالبة بتدويل القضية أو المقاطعة. نحن لا نبحث عن شيء ونترك أشياء، تدويل القضية ليس بالأمر السهل، هذا يعتبر احتلال ثاني للمحافظة، ونحن نرفض رفضا قاطع لكل من يصرح على هذه التصريحات الغير مقبولة. من هنا بدأت سيارة رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى قضاء المقدادية وهنا انتهت، لكن ثمة من إجراءات تخص الجانب الأمني من مطاردة العصابات الخارجة عن القانون وتعويض المتضررين، أهم ما جاء في الزيارة. أحمد الرسام، قناة الرشيد، المقدادية. Música con Gaby. Esa es tu terapia favorita, ¿no? Y me contás... Juego con Angélica y después tengo música. Quiero una hamburguesa, por favor. ¿Qué más pedís? Me gustaría tomar Sprite. ¿Tu ¿Ahora crees que te des Sprite? ¿Eh? Ahora te traigo. ¿Tu hermanito qué come en McDonald's? ¿Qué le gusta? Quiero una hamburguesa, por favor. Muy bien. De acá, lo que hago es ver que sus ojos estén más o menos acá está, entonces vamos a poner, jugamos a los juegos, llegar incluso a escribir, entonces por ejemplo, mira alguna otra de arriba, Ian, para mostrarles, muy bien, explotale todas, así le mostrás. ¿Escribís mamá? M. M, ¿y ahora? ¡Ah, bueno! Ay, vas caminando también. Muy bien, mi genio. ¿Listo, Matu? Va, ¿eh? Vamos a ver cómo están tus ojos. Eso. Bien, Matu, ahí están tus dos ojos. ¿Está bien? Los aplausos, buenísimo. Bien, ahí está el abuelo. Mira qué rápido de la jirafa. ¿Así? Dale, son 400. Se va el luz.
va a ser mancha Facundo. ¿Quién? ¿Jamín? ¿Jamín? ¿Sí? ¡Se viene con todo! ¡Ahí está! ¡Qué velado! Zasobujemy górę do schodu. Dobra. Mamy zero prywatności. Mamy kwadrat. Na środku robimy kwadrat na obkołoidną korytarzem. Także rozmierzyć trzeba 70 wzdłuż tego. Oh, 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 oh.
白いからね、分かりにくいんですよ。Para que incluso pueda actuar en el ámbito ya de la recolección de la basura, bueno, y de los buitres. Lo que está buscando ventana para irse.
para poder postular. Lo que ahora tenemos es que esos planes, no sé, ni yo sé respecto de esos planes de gobierno, que es una tarea de todos los desafíos. Sí, nosotros. Un grupo de humanos instaló en nuestros cuerpos GPS y cámaras. Con estos elementos, crearemos un mapa virtual para ayudar a los humanos a detectar focos de basura y así registrar el enorme problema que muchos aún no ven, aunque esté frente a sus...